في لبنان تتراكم الملفات وتبقى الحلول معلقة حتى إشعار آخر. يجب أن يكون كل السلاح تحت السلطة الشرعية. من تقصد؟ أنا عم بحكي بالضبط عن سلاح الميليشيات المسلحة. بملف النفايات بالذات عملية ثقافة الشعوب هي بتبين من كيس الزبالة. نحن في تحدي اليوم مع السلطة، بتعطي وعود ولا مرة هي بتطبق الوعود. بزنس شخصي وفئوي أكثر ما هو ثروة وطنية. نحن عم نطلب منهم تنحط من ضمن أولوياتهم على الأجندة السياسية ومدة الحكم اللي هني فيه. ومن دو بوليتكس لحد 4:15 بعد الظهر على الـ LBCI والـ LDC.